السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم علي نبهان. في هذا المقطع الفيديو رح نحكي كيفية تقديم على جامعة أنقرة يلدرم بايزيد ورستس لدرجة البكالوريوس. طبعا من هذا الموقع الرسمي بناخذ كل المعلومات. بداية هاي الروابط المختصرة. هلا هون المقاعد المتاحة في الجامعة. هلا في عنا كلية الحقوق، تمام، دراسة 30% بالإنجليزي. عنا هاي الحقول اللي هي وانج ويروكلو، هو عدد الطلاب الأجانب. بالنسبة هون سوري وطن دشر، هون عدد السوريين اللي رح تقبلون، هون اللي معه ماويكال، تمام، وهون بالنسبة اللي أخذ البكالوريا، هاي بالنسبة للأتراك، تمام، اللي أخذ البكالوريا ببلد أجنبي، وهي هون عدد المقاعد بشكل عام، تمام. يعني الطالب الأجنبي رح يهتم بأول حقل، والطالب السوري رح يهتم بهذا الحقل. طبعا بالنسبة للأجور السنوية بهي الجامعات جدا غالية. مثلا بالنسبة للحقوق، دراسة سنويا بيدفع الطالب 2000 ليرة، 20000 ليرة تركي. بالنسبة للطب بالإنجليزي أو بالتركي 40000 تركي، 40000 تركي طبعا بالفصل، طبعا بالسنة الواحدة بيدفع هاي القيمة. طبعا في طب أسنان والهندسات والأفرع الإدارية، يعني هي جامعة أغلب التخصصات فيها هي باللغة الإنجليزية، تمام؟ هاي بالنسبة للمقاعد. بالنسبة للمفاضلة، طبعا المفاضلة مأجورة بقيمة 100 ليرة تركي أو 30 دولار أو 30 يورو، تمام؟ هاي معلومات الدفع. يعني أنا ما بحسن سجل بالجامعة لا المفاضلة حتى أدفع أجرة المفاضلة، تمام؟ طبعا الجامعة بتقبل عدد كبير من الشهادات، تمام؟ هذا الجدول فيه أسماء للشهادات، تمام، وأقل معدل مطلوب، مثل مثلا تقبل بالسات أو مثلا شهادة الألمانية أو الصينية العراقية، تمام، أو شهادات تانية. في عدة دول، تمام، مكتوب أسماء الشهادات تبعتها وأسماء المدة، تمام، اللي بده يسجل مثلا اللي شهادته سورية، تمام. هي المعدلات اللي لازم تكون الحد الأدنى، تمام، وإلى آخره من الشهادات اللي بتقبلها. يعني أنا حتى أشوف شهادتي إنه مقبولة ولا لا لازم أطلع على هذا الملف حتى ما أتعزم وسجل. هلأ بنروح لكيفية التسجيل. طبعا كيفية التسجيل بهذا الشكل لازم نتعود عليه، تمام. بداية نحط الإيميل والكود اللي هون أمامنا، نحسبه، نعطي تسجيل، بعدين راح توصلني رسالة للإيميل، تمام، فيها حساب التسجيل. طبعا الرسالة رح توصل بهذا الشكل، بنفتحها، بناخذ كلمة السر بنحطها بالحقل الثاني، تمام، وبعدين نعطي دخول. هلا بعدين نعطي التالي. طبعا هون رح نعبي معلومات، وطبعا هذا السيستم احفظه لانه في عدد من الجامعات السيستم تسجيل عليها بهذا الشكل. هلا نوع التسجيل، عندي خيار الاول اللي هو الاجنبي، خيار الثاني السوري، خيار الثالث واللي هو اللي حامل الكارت الازرق، الخيار الرابع تركي الجنسية ودرس خارج تركيا، تمام؟ رح اختار الخيار الأول. هلا في هذا الخيار تحميل صورة شخصية. بعد ما حملنا الصورة الشخصية بنعطيه تحميلها، هون رح تنزل الصورة الشخصية بهذا الحقل، تمام. هلا بالنسبة اللي معه جواز سفر بيحط هون رقم جواز السفر، تمام. بالنسبة اللي ما معه جواز سفر بيضغط على هذا الخيار وبيحط هون رقم الكملك وبيعطي اختيار تحميل الكملك، بعدين يعطيه تحميل هون. هلا بعدين المعلومات الثانية صارت بديهية، الاسم، الكنية، اسم الاب، اسم الام، مكان الولادة، تاريخ الولادة، بعدين هون ذكر او انثى، عازل متزوج، اختيار جنسيته من اي بلد هو، بعدين هون بالولادة، هون اذا كان الطالب معه جنسية ثانية، تمام، بيختارها مثلا بالتسجيل، تمام. هلا هون بهذا الحقل بحط رقم وصل الدفع، بعدين هون بحط تاريخ الدفع انه ايمت دفع الاجور، بعدين هون تحميل الوصل الدفع، بعدين بعطي دفع للسيستم، تمام. هلا اي وثيقه بدنا نشوفها بعد ما نحملها بنعطي ريستارت، تمام، تظهر امامنا. هلا الخطوه اللي بعدها، الخطوه اللي بعدها هي العنوان، معلومات التواصل، العنوان، الرمز البريدي، تمام، المدينه، اي مكان بالمدينه، بعدين الدولة المقيم فيها، بعدين رقم الهاتف، بعدين التالي. هلا هون رح نعبي المعلومات السنوية. طبعا الأوراق لازم تكون مترجمة للغة التركية، أما مصدقة من النوتر أو من القنصلية التركية. اختار الشهادة، تمام، بعدين أعطيه تحميل.
هلا الحقل الثاني اللي هو كشف العلامات، تمام؟ بالنسبة للدول اللي ما في عندهم كشف علامات فبيضيف الشهادة مرة ثانية، طبعا لازم تكون مترجمة، دائما الأوراق لازم تكون مترجمة ومصدقة، أما من نوتر أو من قنصلية تركية بالنسبة لمقيم خارج تركيا. بالنسبة لمقيم داخل تركيا فممكن يصدقها من نوتر. هلا بعدين اسم المدرسة، بأي مدينة درس الثانوية، بعدين الدولة، بعدين كم سنة درس الثانوية يعني من الأول للأخير، بعدين أدبي أو علمي التخصص يعني، إمتى بدأ الثانوية، إمتى انتهى من الثانوية دراسته، بعدين اختيار سيستم العلامات، إذا سيستم العلامات مو موجود نختار هذا الخيار، بعدين نحط مثلا من 210 اللي أنا سيستمي، مثلا معدلي 170، بعدين بعطي التالي. هلا الخيار اللي راح نوصل له هو اهم خيار اللي هو اختيار الامتحان، اني انا شو الامتحان الموجود عندي، تمام؟ اذا كان الشهاده السنويه بنختار هذا الخيار اورتو يوراتيم نوت اورتو لامسا، هون بنكتب اسم الشهاده مثلا اتشيكوراتيم ليسيسا مثال، هون تحميل الشهاده، تمام؟ يعني وثيقه الامتحان نعطيه تحميل، جاري التحميل 80 90 95 100، تم تحميل الوثيقه ثواني لحتى ياخذها على السيستم، تمام. هلا تاريخ الامتحان، امتى كان الامتحان، تمام، بنحطه، بعدين الادبي او علم كذا، بعدين هون سنة الامتحان اي سنة، بعدين هون نوع الامتحان، الامتحان شو نوع، مثلا سنوية، معدلي لازم يكون 70 وما فوق، مثلا معدلي 80، سيستم العلامات مثلا من 100، تمام. بعدين بأي دولة كان بختاره هي الدولة، تمام، بعدين بعطي إكلا إضافة، تمام، أعطينا إضافة، نزلت المعلومات بهذا الشكل. هلأ بنروح إلى التالي واللي هي آخر خطوة واللي هي رح نختار التخصصات. أول حقل بيكون هو اسم الكلية، الحقل الثاني بيكون اسم التخصص. هلأ نختار مثلا إنسان هاطبون بالمرين فاكولتسا، اخترت هذا الكلية، اخترت بعدين مثلا فرع الفلسفة، أعطيت إضافة، تمام. بضل بضيف تخصصات للحد المسموح اللي فيه، لان يعني بعض الجامعات بيكون اختصاص، بعض الجامعات بيكون اختصاصين، البعض بيكون خمسه، البعض بيكون 10، فانا بضيف حتى اخر حد مسموح لي، بعدين بعطي هون صح، بعدين بعطي اوكي، تمام. يعني لانه انا ليش بقول كلمه تمام، لان دائما كلمه تمام موجوده يكون بالسيستم او التسجيل، بعدين بعطي حفظ قاعده، تمام، بعدين من هون بعطي يصدر طباعه، بيطبع الابليكيشن تبع التسجيل، يعني معلوماتي كلها اللي دخلتها بالجامعة تظهر على هذا الشكل، تمام؟ طبعا لهون بيكون انتهى التسجيل. بتمنى لكم كل الخير وكل التوفيق، وطبعا توصلكم رسالة على الايميل بدقلكم انه تم التسجيل بنجاح، بعد عدة ايام بيوصلكم رسالة بقلكم على تقرير التسجيل اللي رح يظهر هون انه الجامعة وافقت على التسجيل ولا ما وافقت. لهون بيكون انتهى المقطع الفيديو، لأي حدا بده يسجل من خلالي مأجور، بإمكاني التواصل معي، والسلام عليكم.